شي يعني. استاذ عمر والله صراحه الحوار معك حلو، انا فيني ضحك يعني مو قادره اضحك الحين. استاذ عمر بنتكلم، انا خبروني ان انت عندك موهبه تقليد الاصوات. تقليد الاصوات؟ تقليد الاصوات، لا تشرد. شو رايك تقلد لنا صوت من الاصوات؟ لا لا انت شويه. لا والله بروحي في كحم عادي شيء ما يعدنا، لا تتهرب. بتم ساعه اللي مباشر يعني زين مني قابض عمري من الكحه. انزين نحن اليوم شغالين وياك اتصالات، شفنا اول اتصال خوز عنك التوتر ما شاء الله، قمت تضحك وتسولف، جهزنا لك بعد اتصال ثاني. حاب هو بروحه من شافك على الهواء اتصل فينا، حاب تعرف من هو؟ يا ليت. يلا هو بروحه بيعرف عن نفسه. الصوت انت دائما كذي الا متوتر وحالتك حاله. مروان هاي حالتك عن ابو؟ مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور استاذ مروان، يا مرحبا بك. الله يعطيكم الله يطول الصحه والعافيه على هالبرامج اللي تقدمونها وعلى الضيوف اللي تجيبون. بالفعل احنا محتاجين نشوف هالشباب المبدعين. يعطيك العافيه، هذا واجبنا ان احنا نبرز هذه الضيوف. هذه لفته طيبه مره. استاذ مروان احنا نعرف ان انت ما تخلي حد بحاله، لكل فنان معاك مواقف كثيرة، فشو المواقف اللي تستوي ما بينك وما بين استاذ عمر؟ ضحكنا شوية. والله شوفي يا اختي، ان عمر اخ وصديق ورفيق دربي يعني خارج المجال الفني، وايضا في المجال الفني يعني علاقتي مع عمر اكثر من 18 وصلنا ل 20 سنة. معروف عنك استاذ يعني صلنا، كانت لنا صولات وجولات، ويوم كنا بنروح في داهية، ولكن لله الحمد. ايوه دام ان فيها داهية وفيها سوالف يلا. عطنا منها شويه. لا يعني عمر كان مغامر شراتي انا، يعني معقول انت تعطيني الحين موترك وانا بعدني مو محصل؟ ليش عمر كان عمري يعني 15 16 سنه، فكيف كانت هذه المغامره؟ انه هو كان ما شاء الله اكبر عني عمر، فكيف تتامن يعني في ذيك السنين انك تعطيني سياره وكنت اسير بالسياره الشارجه اسير فيها عيمان ما عندك ليش؟ عادي لا ما ضخوني الشرطه تادبت. وطلعت منها على طول. وطلعت لا وين عقب شو طلعت منها؟ عقب ايه تحقيق ودنيا وتعهد خلاص. وعدا ذلك ان نتذكر الايام الجميله يعني تذكرين يعني يمكن عمر يذكر ذيك الايام ما كنا نفكر في الماده كثر ما نفكر في المشاركه وحبنا وشغفنا للمسرح. كان يغنينا عن اي شيء، فما كنا نفكر في عقود واجور ولا غيره. يعني اذكر احنا شاركنا في مسرحيه اسمها دور فيها يا الشمالي، يمكن لفينا الامارات كلها. نعم. حول ال 50 عرض، وعقب ال 50 عرض قالوا يلا بنوزع عليكم مكافآت. فرحنا انا وعمر قلنا الحين اكيد الشيك 5000 و6000، الشيك 1000 درهم. بس 1000 درهم ذيك الايام يعني شيء كبير. لكن بس حبيت اقول شغله لعمر، يمكن عمر ما ابغي اقول نشط ولا ابغي اقول انه مقصر، لا، لان عمر ما بين سالفه انه ممثل زائد انه مخرج ولها اعمال في مهرجان الشباب زائد وظيفته اللي هو ماسكنها وصار لسنين ما شاء الله عليه في هذه الوظيفه، فعمر مشتت نفسه. صح. فدائما اقول لعمر نحن بدينا ويا بعض، ما ابغي انا يعني ابتعد عنك مسافات وانت بعدك في هذا القالب وفي هذا السلم وبعدك ما تحركت. فهو بس اللهم انه يحاول ينسق ما بين مجال الوظيفي وما مجال عمله في المسرح. فهذا عتبي عليه، لان عمر طاقه سواء على صعيد الاخراج سواء على صعيد التمثيل. لكن سؤالي لعمر، وين تشوف نفسك اليوم؟ وهل مروان ولا غانم ناصر ولا احمد مالله الشباب اللي بدوا وياك واللي شباب اللي انت كنت قبلهم في هذا المجال يمكن تسارعت خطواتكم، ولكن خطواتك صارت بطيئه جدا، فما هي الاسباب؟ يا ريت توضح للجمهور. استاذ مروان ما شاء الله انت اخذت دور المذيع، ايش رايك تجي اسم مكاني؟ الحين انت اعطيت استاذ عمر السؤال اللي قلته قبل شوي، انه وين تشوف نفسك؟ انت وايد مشتت نفسك استاذ عمر، ايش رايك ترد على استاذ مروان؟ مصور فوتوغرافي. استاذ مروان طبعا احنا استانسنا وياك صراحه في هالمداخله اللي ما اخذت الا بعض دقائق، لكن صراحه استانسنا وياك، كل الشكر لك، يعطيك الف عافيه ويا مرحبا. لحظه لحظه قبل لا تسكرون في وجهي، قبل لا تسكرون في وجهي، ما بسكر بوجهك. شباب عماري على الهواء، شو هيك؟ السلام عليك عماري. ما شاء الله الشله كلها تشوفك. مع السلامه مع السلامه قبايل هاي، مع السلامه. يا مرحبا استاذ مروان، شكرا لك. شكرا لك وللشله اللي وياك. نرجع لك يا عماري. طبعا الحين حابين ناخذ منك الاجابه للسؤال اللي سالك يا استاذ مروان، وين تشوف نفسك وليش انت مشتت عمرك في كذا مجال؟ سبب اول شيء سبب تاخري عن المجموعه هذه اللي انا طلعت وياها، اللي هي مروان عبد الله صالح وغانم ناصر واحمد مال الله والمجموعه هذه، سببي اني انا مزاجي. بس يا خوفنا من المزاجيين، لحظه عليك الحين، من
من يكون عندنا اتصال المزاج يتغير، ومن نسكر عنه المزاج ينقلب. فش اسمه المزاجيه هي اللي ياسه تحكمني يعني. ما يعني تحصليني من دفع، اذا اندفعت حق عمل ابغى اسويه خلاص اصير فيه، بس من انتهي من هالعمل تحصلي ست شهور سنه سنتين اريح. فحتى الجيل هاللي جاي حق المسرح يتحسبني اني انا في الاصل مصور. فانا مش مصور. انت مشتت الناس يعني، مو بعارفين انت بعارفين شو ممثل مخرج. تذكرت بعض المواقف اللي كنا نسويها يعني فيها على سالفه دور فيها الشمالي. بنتكلم شو عن هالعمل، كلمنا شوي عنه. هذه دور فيها الشمالي تقريبا فيها اغلبيه نجوم شباب الامارات، مروان عبد الله صالح، غانم ناصر، عادل الراي، من الكبار ما شاء الله كان مرعي، كان محمد سعيد، يعني شل مجموعة. فكنا نحن ثلاثة شياطين، أنا ومروان وغانم. فهذيك الأيام طالع علينا ستايل اللي هو نخف من هني ونكش من فوق، تقولين مزارية الستايل القديم. وش اسمه هاك اليوم عبد الله صالح ليله ودانا فندق. انزين. ونحن هذيك الفتره يعني ما عندنا فيزا، طلاب بعدنا. انزين. وقمنا في شقه شباب عدالنا من ممثلين مقسمين قسمين. فنحن الثلاثه خلينا بروحنا يعني تقولين الحجر. وهذيلاك بروحهم شو اسمه. وهذيلاك ما شاء الله الله مري عليهم واشتروا ريوق. يا غانم حزين. قال لي قلت له شو بك؟ قال لي يا اخي يوعان وهذول يتريقون ما يطيعون يعطوني. قلت له تعال زين علي موضوعك علي انا. كان اتصل شليت التليفون واتصل في الريسبشن. قلت له يجيب له ثلاث برجر، ثلاث ما ادري شو. كيف انتم ما عندكم بيزات ليكون حساب بعد؟ صوري بتيجي السالفه. وثلاث ما ادري شو، وما خلينا يمكن نحن الاثنين وطاوله من هنا لين هناك كلها اكل على بطاط على برجر على بعد لا مدلعين هوت شوكليت يعني على اساس انه برستيج. المهم كلنا وطمنا ورقدنا. الظهر نش عبد الله صالح على اساس انه بنسوي تشيك اوت. قالوا الغرفه الفلانيه طالبين هالكثر. ما دفعوا. وهي عبد الله صالح ركض من الريسبشن لين فوق نحن رقود. طب غانم بطل الباب، عمر بطل الباب، شو بالك بمروان؟ نحن من ورا شو بالك بمروان؟ طالبين على حساب الفرقه مالكنا ما ادري شو هالكثر، شو ماكلين انتم ذبايح؟ قلنا له تريقنا وبس. زين مخصوم منكم. مخصوم منا شو بنسوي؟ فانا هذيك الفتره اعرف ان في طريقه ان تطلب على رقم الجزمه على رقم الغرفه. فهاي الفكره جتني وجزمه انزين ووقعنا. وبعد في موقف ثاني المشكله انا كله ولا ما شاء الله المواقف الحين ويت تقليد بعد تو قلبت صوت حد. انزين. فعندنا نحن جزمه ربعنا يعني وايد فوضويه. كان عندنا الله يذكره بالخير الاستاذ عبد الله الجفاري. نحن كانت عندنا هذيك الايام واصل وهو عنده جي اس ام خط. هو شو يسوي؟ يقوم يخش التليفون يمكن طرشون رصيد لكم. ما هذيك الايام ما في رصيد. فش اسمه نتريا وين يخش التليفون؟ تحت القنفه. فانا وغانم عندنا حركه واحده، اذا انا في الغرفه وهو جاي واحد يحجز التليفون الحجره واحد يحجز الريموت التلفزيون. فاي واحد يجي لازم يستاذن منه وكل مره نتبادل كل واحد ياخذ دور الثاني. فهاك اليوم اكتشف ان غانم ان عبد الله حاط التليفون ورا. قال لي عمر التليفون ورا. قلت له منو؟ قال لي مال عبد الله جفاري. قلت له خلاص غايته يا يوم رد البلاد جايت لنا فاتوره 1000 يعني. استاذ عمر طبعا احنا نشكرك على هذا الحضور المميز صراحه، حتى مو قادره اني انا اتكلم وقادره اعلق يعني. قال ما في خدمه انكم تحاولون رصيد، قمتوا نهبتوا بطريقه ثانيه.
نشكرك على هذا الحضور المميز الفنان عمر، صراحة استمتعنا معك جدا، واستمتعنا بالمواقف الطريفة، واستمتعنا مع ضيوفنا اللي شاركونا عبر الهاتف، فكل الشكر لك على هذا الحضور. الله يسلمك.